الماركتنج جزء طبعا من ال... وعندنا احنا بندرس ماركتنج لكن عندنا اساتذه ودكاتره واخدين دكتوراه في الماركتنج. لما بيكونش بنستعين بالبيزنس لانه عندهم قسم تسويق هذا عم بتكلم عن التنسيق. في تنسيق طبعا ممكن يكون في مسافات مشتركه. لا هو مش مشتركه حتى الان لانه يعني بدل ما تدرس انت وهو نفس المسار ممكن تدرسوا طلابكم بالبزنس لانه لا بس هذا الجانب الاعلامي بيلعب على التسويق. هناك تسويق بمفهوم تجاري. هنا دخل التسويق بالمفهوم الاعلامي. يعني كيف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق، كيف تستخدم الموبايل في التسويق. النيو ميديا لها دور كبير، يعني مش باخدها تسويق من ناحيه بيزنس، لكن في طبعا نقاط تماس. طبعا في نقاط تماس كبيره. حضرتك حكيت الابطال بياخذ شهادتين، واحده من الجامعه وواحده ثانيه من جامعه ويلز. هل الطالب بيلتحق فعليا بعد الحصول الدراسي في جامعه ويلز؟ لا، جامعه ويلز بتعتمد الدرجه. هم بيجوا هنا عندنا بيجوا لنا 3 زيارات في السنه. بيراجعوا الامتحانات، يعني قبل ما نمتحن لازم نبعت الامتحان من ويلز ويعتمد، وبيراجعوا المساقات العلميه، وبيراجعوا اعمال السنه والتكليفات اللي بياخدها الطالب، ولازم يوقع عليها وهم لازم يشوفوها، بيعتمدوا النتائج، لكن مفيش دراسه هناك.